السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الآية التي أبكت الرسول صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا طوال الليل إلى طلوع الفجر. تابع معنا الفيديو للتعرف على هذه الآية. لكن قبل أن نبدأ، المرجو منكم ترك إعجاب لهذا الفيديو، ولا تنسوا أن الدال على الخير كفاعله. إخواني الكرام، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر الناس خشية وبكاء لله عز وجل، مع مزيد النعم والعناية الإلهية له من الله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر يحزن ويفرح ويبكي، واليوم سنقف مع هذه المواقف التي بكى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنعرف لأجل أي شيء كان بكاؤه، فنحذو حذوه ونقتفي أثره ونقتدي به في حزنه وفرحه. جاء في الحديث عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة، فقالت لي عبيد بن عمير: قد آن لك أن تزور. فقال: أقول يا أمه كما قال الأول، زور غبا تزدد حبا. قال: فقالت: دعونا من رطانتكم هذه. قال ابن عمير: أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله. قال: فسكتت ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي قال: يا عائشة، ذريني أتعبد الليل لربي. قلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي. قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجره. قالت: وكان جالسا فلم يزل يبكي حتى بل لحيته، ثم بكى حتى بل الأرض. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ثم قرأ قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أخرجه ابن حبان بسند صحيح. وجاء في الحديث عن عبد الله بن الشخير قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء، وفي رواية: وفي صدره أزيز كأزيز المرجل. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح. أزيز صوت، الرحى هو الطاحون، والمرجل قدر من نحاس أو حديد يطبخ فيه. وعن علي رضي الله عنه قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. أخرجه أحمد بسند صحيح. مواقف أخرى بكى فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بكاؤه صلى الله عليه وسلم عند سماع القرآن. جاء في الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قال: فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري، فقرأت النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ رفعت رأسي، أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل. وفي رواية البخاري: حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إلي فإذا عيناه تذرفان. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عمرو بن حريث قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود: اقرأ. قال: أقرأ وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فافتتح سورة النساء حتى بلغ: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فاستعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكف عبد الله، فقال له رسول الله: تكلم. فحمد الله في أول كلامه وأثنى على الله وصلى على النبي وشهد شهادة الحق، وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، ورضيت لكم ما رضي الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضيت لكم ما رضي لكم بن أم عبد. أخرجه الحاكم بإسناد حسن. قال ابن بطال: وإنما بكى عند هذا لأنه مثل لنفسه أهوال يوم القيامة وشدة الحال الداعية له إلى شهادته لأمته بتصديقه والإيمان به وسؤاله الشفاعة لهم ليريحهم من طول الموقف وأهواله، وهذا أمر يحق له طوال البكاء والحزن. ومن المواقف بكاؤه صلى الله عليه وسلم على القبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. أخرجه مسلم.
بكاؤه صلى الله عليه وسلم لأجل أمته. جاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم الآية. قال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فاسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. أخرجه مسلم. وعن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلد علي أمتي الحوض وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله. قالوا: يا نبي الله، تعرفنا؟ قال: نعم، لكم سيما ليست لأحد غيركم. تلدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء، ولا يصدن عني طائفة منكم فلا يصلون. فأقول: يا رب، هؤلاء من أصحابي؟ فيجيبني ملك فيقول: وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟ وفي رواية: فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك. فأقول: سحقا سحقا. أخرجه البخاري ومسلم. ومعنى أذود أمنع وأطرد، سيما علامة، والمعنى أن النور يسطع من وجوههم وأيديهم وأرجلهم يوم القيامة. ومن المواقف التي بكى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بكاؤه رقة ورحمة، فقد جاء في الحديث عن أنس بن مالك قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، وكان ذئرا لإبراهيم عليه السلام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عين رسول الله تدرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك قال: خطب النبي فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواح فأصيب، ثم أخذها خالد بن وليد عن غير إمرة ففتح له، وقال: ما يسرنا أنهم عندنا، أو قال: ما يسرهم أنهم عندنا، وعيناه تذرفان. هذا وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم ارحم واغفر لكل من نشر هذا المقطع. إذا أتممتم الفيديو إلى آخره فلا تخرجوا قبل ترك تعليق بالصلاة والسلام على نبينا محمد، ولا تحرموا أنفسكم أجر مشاركة هذا الفيديو كي تعم فائدته، فالدال على الخير كفاعله.